ويغطيها. أما ميقاتي وحكومته فلم يرسلوا حسابات إلى الإدارة المالية أصلا ولم تذهب إلى المجلس النيابي. يعني حضرتك تتبنى ما قاله الوزير السابق شرب النحاس بحل بالنقاط اللي عم بحكيها مش بالنقاط الأخرى موضوعي يعني عم حلو بيقول... بس حلو رح كفيلي رح كفيلي بالآخر أحلى شيء آخر مقطع في هدر فرص التغيير أو التقاطها الغاية المعلنة من كتاب الإبراء المستحيل دعوة اللبنانيين إلى محاسبة فؤاد سنيورة وفريقه السياسي في الانتخابات النيابية وهي تتكرر لازمة في آخر كل فصل من فصوله انتخبوا نوابنا وسوف ترون ماذا إن التكتل سوف يأتي بعشرة وزراء مسيحيين ولكن ماذا سيفعلون غير الذي يفعلونه اليوم. حلو هذا بما يتعلق عم بقول لك هذا ثابت يمكن في عشرات المعايير شاهد من اهل بيته فينا نقول بس رح اقول لك اكثر من هيك بس حكيم قال كمان عليكم نفس الكلام وين بالانتخابات تفرضني على الانتخابات يعني اليوم كمان اذا جيتوا بنواب وبوزراء اكثر من اللي عندكم شو رح يتغير بحال البلد؟ لك نحن مش عم نعمل هيك يا مدام يعقوبيان تيجينا نحن نواب وزراء اكثر من اللي عندنا مشان تنوصل بالبلد على مطرح ثاني شو رح تغير وضع البلد اذا لحد هلا بعض الناس مش عارفين شو مشروعنا السياسي رح يقضوا كثير وما رح يعرفوا شو مشروعنا السياسي ما رح يعرفوا ابدا مشروعنا السياسي كثير واضح انا بختصره بجمله واحده خي لازم تقوم دوله جديه بلبنان لحد هلا ما عندنا دوله جديه وبكل صراحه الاكثريه الحاليه الحاكمه ولا ممكن توصل ولا ممكن على كل حال شفنا بالبرهان الحسي شو عملت بالبلد وبقول لك اكثر من هيك انا بالتحليل الفعلي المباشر ولا ممكن يسروا لقيام دوله بلبنان ليش؟ لانه اصلا كل وجودهم هو يغير هو يعاكس هو ضد وجود دوله جديه بلبنان، كيف بدنا نعمل دوله جديه في لبنان؟ لما كنتوا بالسلطه مارستوا بشكل افضل اعطيتوا المثال الافضل؟ صراحه جربنا وما تقولي لي وما تقولي لي انه سنه 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 بالرغم من كل مصايبهم، بالرغم من كل عوراتهم، بالرغم من انه كان في معارضه على ظهرنا مش مثل ما نحن هلا على ظهر الموالات الحاليه، كان في معارضه كل يوم بالشارع، كل يوم اغتيال وكل يوم تفجير وكل يوم تبليط بوسط بيروت، تسكر وسط بيروت لمدى سنتين متتاليتين الى اخره وحرب تموز بالرغم من كل ذلك قديش كان يعمل نمو البلد؟ 6 7 8 9 نقط بالمية، كان في صورة بلد بلبنان، وين صورة البلد هلا بلبنان؟ دخيلك وين؟ بتهريب المازوت اللي عم بصير هلا؟ طب في قرار مجلس امن اليوم الحكومة عرفت انه في مازوت عم يتهرب من لبنان لسوريا بتعرف شو عملوا؟ راحوا قال هذا عم يتهرب بدون طلع معهم عم يتهرب بدون ضريبة انه غير يحطوا عليه ضريبة ذكروني بواحد مجنون اجوا يطلعوه من العصفورية قالوا له بدنا نعمل لك فحص تنشوف اذا صرت منيح نطلعك من العصفورية قالوا تفضلوا قالوا الحكيم ليك في حدا كان رجع هو عائلته من ويك اند وراجعين هنو راجعين صار معهم حادث سيارة بقى نط الزلمة من السيارة هو كان عم يسوق وانقطش راسه عن جسمه ركضوا عائلته أخذوه عند السنجري ورجع له راسه على جسمه ورجع طلع على السيارة وساق ورجع شو فيها هالخبرية غلط فكر قالوا يا حكيم مش مزبوط هالخبرية قالوا برافو عليك ليش قالوا لأنه السنجري ما بيفتح يوم الأحد الحكومة بكل قصة المزوتها طلع انه ما عم بنحط عليها ضريبة عندك كثير قصص عن مجانين اليوم يعني ما بعرف ليه نفتش فيهم والله الجمعتين الماضيين خلوني افكر كثير بهيك البلد جنون يعني بالنهاية ما هيك اليوم ببعض جوانبه ببعض مثل كتاب الإبراء المستحيل كيف له عين واحد بك ما انت بالحكومة صار لك سنتين لك يا شباب ممنيح ما كله له حدود ما واحد اذا بده يعمل بده يغش بغش بشغله بتمرق مش ما بتمرق خبزين لك قبل لما دخلوا بالسلطه نفس الممارسات مدام يعقوبيا نفس الممارسات نفسها يلي عم بيحكوا انه صارت من 15 سنه انا ما بعرف هون ما بدي اشهد لانه ما بعرف لا اذا اي ولا لا نفسها بس هن اللي عم بيستشهدوا فيها عم بيعملوها هن هلا لك يا عم طيب شو هالحكي هذا كيف هذا سنرجع الى الموضوع الاساسي والرئيسي والمهم نحن على ابواب انتخابات اليوم حضرتك قلت باول الحديث انه الامور تقريبا وصلت الى خواتيم بتمنى بصعوبة كبرى الانتخاب عم بتقرب خليني اقول طبعا من جمعة لهلا في خطوة جبارة صارت وخصوصا الخطوة اللي عملها تيار المستقبل بقبوله بمبدا القانون المختلط، انا بعتبرها جديا خطوه جباره، بس ما بخفيك انه بعد في كثير تفاصيل بدها شغل، هذا اللي عم بجرب اللجنه الموجوده انه يعملوه بالوقت الحاضر. اجتماعك مع استاذ نادر الحريري، مع وفد من كتله المستقبل، كيف كان الاجواء؟ وين صرتوا؟ بعدكم عم تتشاوروا؟ هل التشاور على الطريقه القديمه اللي كنتوا قتلنا كثير بس هذا اكبر دليل على انه صحبه كثير 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 قتلنا ومزحنا كثير
وتقتلنا كتير وتعذبنا كتير ورجعنا حكينا كتير، ومشان هيك اذا بدك وصلنا مطرح ما وصلنا لهلا. ما بيمنع بعد فيك كتير تفاصيل بدها شغل، بس انا برايي يعني تعنا خطوه مهمه، بتامل نكفي الاخر. بدي اقول شغله بهالسيه، ما في البلد يمشي بدون قانون انتخابات جديد. اسمعيني مزبوط وكل المواطنين اللبنانيين يسمعوني، بقدر ما البعض شايف مثلا قديش البعض عم بحكي شايف بمشروع اللقاء الارثوذكسي انه مصيبه، صدقوني مصيبتين اكبر انه نضل بقانون الستين. نحن بحاجه لقانون انتخابات جديد، فحوى اللعبه كل الوصول الى قانون انتخابات جديد، بدنا نساعد كلنا سوا تنوصل. ليه كمان ابلشت الستين بهذا الشكل؟ سؤال بريء فعلا. يعني فيكون هو قانون سيء وعاطل وما بيقدم اذا بدك عداله ما بين المواطنين وانتخاب النواب وغيره، بس لماذا هذه الابلشه للستين؟ ليه الاجماع عليه؟ اولا هلا في بعض الاسباب، في وربحتوا بعض الاطراف على الستين بالنهايه، اخذتوا اكثريه انتم. اخذنا اكثريه، كان وليد جنبلاط معنا ما تنسي. هلا البحث مختلف تماما. بس ما بدي فوت هلا في قانون بيعطيكم اكثريه من غير لا بس نواب ممكن يعطي اكثر جنبلاط. لا بس ممكن يعطي اكثر شوي يمكن من الستين. المهم يعني من هنا بلشت الستين، لانه ما بيعطي مثل ما لا مش هون ما دام يعقبه. في مشكله اساسيه اذا متغاضى عنها، يعني بنكون عم نتغاضى عن جزء من مشاكل البلد وما لازم، لانه حلتها هي بايدنا. مشكله اساسيه انه في مجموعه كبيره من اللبنانيين مش راضيين بقانون 60، مش مبسوطين. يعني تقول لك شغله، مش منشي قليل، البعض بصيروا يحطوها بشكل هيك بشكل سطحي انه ليكوا المسيحيين عم بيزيدوا على بعضهم. صدقوني انا اليوم عم بحكيكم مش مزبوط هيك، بس لانه في حاجه عند كل الشرائح، مسيحيين وبعض غير المسيحيين كمان، لتغيير قانون 60. ما لازم كمان نوقف، نحن نوقف عند احتياجات بعضنا. انا ما عم بقول انه لنوضح للناس، ما نعمل اي شيء الا الا الا